بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخوتي، اليوم راح نحكي عن حمض الأوكزوليك، يسمى حمض الأوكزوليك أسيد. طبعا هو مادة طبيعية، ولكن مثله مثل أي بعض المواد أنه يصنع كمان بشكل كيميائي. طبعا حمض الأوكزوليك طبعا نحن بنستخدمه للقضاء على الفاروة، أو لاستهداف الفاروة والقضاء عليها ضمن خلايا النحل. طبعا في عنا بعض الاحتياطات والتحاذير قبل السماء أنه نفوت بكيفية استخدامه، رح نحكي بعض الأمور. طبعا حمض الأوكزوليك يعني لا يرش على الحضني المفتوحة أو الحضني، طبعا يعني اليرق أو إلى ما هنالك. طبعا هو سام. شباب، نحن أي معلومة عم نعطيها أو حمض الأوكزوليك أو غيره، أنا على تجربة. طبعا الشيء بدي أحكي، أنا مجربه على نحلي لمدة أكثر من 3 سنوات، والمقادير أو المعايير اللي بدي أعطيكم إياها أنا كمان مجربه، وأنا يعني مسؤول عن كلام اللي بحكي بهذا الفيديو ولا بغير فيديو ولا بأي موقع من المواقع، بغض النظر عن البحث أو الكتب أو الأقاويل من هنا وهناك. أنا عن تجربة بشوف النتائج اللي المرجوه اللي انا بدي اياها طبعا، وبعدين اطبقها على نحلي، وبعدين بنشرها لحتى انتم تطبقوها على نحلكم وتكون الامور سليمه. طبعا مثل ما حكينا، حمض الاوكزوليك لا يرش على الحضني المفتوحه. طبعا مثل ما بنعرف انه لازم نحن نعرف اي يعني وقت من السنه ممكن انه نستخدمه. طبعا نستخدمه على مدار السنة، ولكن نتجنب انخفاض درجات الحرارة تحت الصفر بثلاث اربع درجات، وارتفاعه فوق ال 30 او 35 بكم درجة. طبعا هاي الاوقات بالحال العادي اي مادة نحن ما فينا نضيفها اصلا، ما فينا نفتح النحل. في عنا امر اخر، يرش لجيل واحد، يعني ما فينا نكرره مثل باقي المستحضرات، مثلا الاميتراز او الباتيك او المستحضرات مثلا اللي نحن او التركيبات المبيدات اللي نحن بنستخدمها. لا، نحن بنستخدمه لجيل واحد. اذا اضطر الامر نحن بنستنى لحتى يخلص الجيل الكامل وينتقل لمرحله النحل السارح، وبعدين ممكن انه نضيف. طبعا اليه العمله هو يعني يؤثر على الفاروة على بشكل بالملامسه. لازم نحن نعرف انه كيف يعني بيأثر او بيقضي على الفاروة، يعني ما مثل جهازي او مثلا مثل بعض الابخرة او كذا. لا، هذا عن طريق لازم نرشه نحن بشكل مباشر على النحل لحتى تحصل فائدة. كيف نحن فينا نستخدمه؟ فينا نستخدمه عن طريق الرش، فينا نستخدمه عن طريق القصاصات الورقية او الشرائح الورقية، فينا نستخدمه عن طريق الابخرة او جهاز التبخير. طبعا هذا ما عندي منه، لو في عندي كنت فرجيتكم اياه. طبعا الشكل المبيد، شكل المبيد هو عبارة عن بلورات تشبه الملح او السكر الى حد ما. كيف نحن ما نحضره؟ ممكن نحن طريقة تحضيره بشكل يعني كتير بسيط، نحن ما في داعي نعقد الامور ونجيب مثلا امور كتير يعني ونعقدها. لا، هو عبارة عن محلول سكري يعني ببساطة، وبنضيف له الأوكزوليك. طبعا هو نحكي هلق عن النسب والمعايير. طبعا هي مثلا القنية ممكن عبيها سكر نصة، ممكن أقل من نصة، ونكمل ماء والرجة. بعد ما من رجة بنحط لهذا اللتر يعني تقريبا 35 لل40 معلش أوكزوليك، ومن رجة بشكل جيد ومره على المنحل. طيب نحن قديش ممكن نحن نحط للخلية من هذا المحلول اللي نحن حضرناه؟ طبعا كل مسافة نحلية أو كل خط نحلي أو كل ما بين الإطار والإطار، أي اسمه مسافة نحلية أو اسمه خط نحلي، طبعا يضاف 5 سنتي، يعني سرنج 5 سنتي محلول منكررة لكل خط نحلي. طبعا شتاء أغلب النحالي بيكون على 5 إطارات، يعني بيكون عندنا 4 مسافات نحلية، لكل مسافة نحلية بنحط 5 حسب يعني الكثافة النحلية الموجودة. طبعا مثل ما نكون شايفين بالصورة، يعني لكل خلية نحن بنحط
او لكل مسافه نحليه نحن بنحط هي المسائل السرنج او المحقنه لحتى نخلص. طبعا هي العمليه صعبه كثير وممكن انه تاخذ معنا وقت اذا ما كان عندنا نحل كثير. ممكن نحن نستخدم طريقه ثانيه مثل البخاخ. طبعا هذا البخاخ اللي شايفينه هذا ممكن نحن كمان نستخدمه. طبعا هذا اسرع وبيوفر كثير من الوقت لحتى نحن يعني نقوم بالعمل. مثل ما كان شايفين نحن عم نرش بالبخاخ على المسافات النحلية، ومن هيك نحن بنضمن انه ما ينزل يعني المحلول على الحضنة المفتوحة. طبعا في عنا طريقة كثير يعني سهلة وكتير يعني بتوفر للوقت. طبعا اذا كان عندنا مناحل كتيرة هي القنية نفسها اللي حضرنا فيها ممكن انه نثقبها ونرش على النحل او المسافات النحلية، وهيك نحن يعني بنكون وفرنا وقت وبنفس الوقت يعني انجزنا عملية على يعني نطاق واسع اذا كان عندنا نحل كتير بالمنحل. وطبعا هيك نحن هاي مثل ما قلنا العمليه مسويها لمره واحده. طبعا شباب مثل ما شفتوا بالفيديو نحن توجهنا للمنحل وشفنا كيف استخدمنا الحمض ورشينا. هيك نحن انا هيك شخصيا بستخدم الحمض الاكزوليك وعلى يعني مثل ما حكينا على مره واحده على مدار السنه، مثلا مره واحده او على جيل واحد من النحل. وهيك نحن بنكون انتهينا من الفيديو. بتمنى لكم السلامة ولمناحلكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.